بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نظبط بقى اليو ار الز بتاعتنا. مفترض ان في فيرجنز ممكن يطلع لك كلام اكتر من كده عشان بس الناس ما تبقاش عندها مشكله. انا حتى يعني ممكن اوقف كله الاول، لان طبعا في فيرجنز زي ما قلت كاتبه حاجات مختلفه وقلنا عليها شغلها مختلف. فانا مفترض ان انا في الاول هقول له انا عايز من الريست اندر سكور فريم ورك. تمام، انا عايز فروم ريست فريم ورك، عايز امبورت شويه حاجات من ضمن الحاجات الاساسيه قوي في الريست. في ريست اي بي ايز الروت ده اللي هو اليو ار ال اللي انا هعمل له كولينج بعد كده، اللي بيتحكم في حاجه اسمها الروتر. تمام، فهقول له انا عايز منها الروترز، دي اول حاجه. حاجه كمان مهمه، حاجه اسمها الديو سيتس. الديو سيتس هنستخدمها عشان نتكلم في البيانات بتاعتها وازاي هتبدا تعرض لنا البيانات الديو سيتس. وعندي حاجه اسمها السيريالايزر. تمام، السيريالايزرز بالجمع كده، وهبدا اشتغل من خلال دور ان انا اوصل دي مجموعه من يعني طبعا لسه في برضو حاجات تانية اعملها امبورت، لكن المفترض ان انا عشان اسيريالايز الاي بي اي او اديفاين الريبريزنتيشن او الاي بي اي ريبريزنتيشن عشان اقدر اعرض الاي بي اي بتاعتي، انا بستخدم حاجه اسمها السيريالايزر. تمام، يعني انا مثلا المفترض ان في كلاس اساسي بيبقى نازل اصلا مع جانجو. الكلاس ده اللي هو اليوزر. تمام، فانت المفترض ان انت تلاقي حاجه اسمها يوزر سيريالايزر، وهتلاقي في ناس بتنزل لها ده اوتوماتيك. يوزر سيريالايزر هيبقى هنادي على السيريالايزر اللي انا استخدمته فوق، خلاص هستدعي منها حاجه اسمها هايبر لينكد موديل سيريالايزر. تمام، الهايبر لينكد موديل سيريالايزر ده انا عايز اشتغل بيه. المفترض ان دوت اساسا جوه اليوزر سيريالايزر هيبقى فيه كلاس اسميه ميتا. تمام، الميتا ده انا هقول ان فيه موديل، والموديل ده اللي هو الموديل اسمه موديل اسمه اليوزر. تمام، هيقول لي طبعا الموديل اسمه اليوزر ده هجيبه منين. هقول له المفترض ان هو موجود اصلا في السيستم. لو انا عايز استدعيه هقول له فروم جانجو، لانه موجود جوه جانجو ذات نفسها دوت كونتراكت. تمام، ومن الكونتراكت هلاقي حاجه اسمها اوث، هي اوثنتيكيشن يعني حقوق الدخول للسيستم. ومن ضمنها هلاقي جوه الاوث هلاقي حاجه اسمها مودلز اصلا موجود. هلاقي مودلز ايه جوه الايه اللي في القصه دي. هقول له مين انا عايز اعمل امبورت حاجه اسمها اليوزر اللي هو بيتكلم اصلا اوتوماتيك هناك، وهو ده الموديل اللي انا عايز اشتغل عليه. والفيلدز بتاعته هي معروفه، الفيلدز بتاعته طبعا لو انت مش متاكد منها انت رن بس كده وشوف الفيلدز بتاعت اليوزرز كانت موجوده ايه. هو معروفين اليو ار ال يعني قصدي يعمل رن الاب ويخش على الباك اند. هتلاقي اليوزر هو مكون من اليوزر اليو ار ال، مكون من اليوزر نيم، ومكون من الايميل، وهو is underscore stand for يعني اللي هو ابلكيتور ولا لا، هو ده اللي بيبقى موجود عندنا ك كيوز. انا نفس الفكره دي اعملها معايا انا في البرودكت عشان يبقى الاي بي اي بتاعتي فيها الكلاس بتاع الموديل بتاع اليوزر وفيها الكلاس بتاع الايه الادمن بس البرودكت. بس قبل كده انا محتاج اعمل كلاس تاني خالص منفصل اسمه يوزر. يوزر بتاعنا فيو سيت، يوزر فيو سيت. تمام، اليوزر فيو سيت عشان اقدر الشغل هيتعرض ازاي. انا عندي حاجتين، اليوزر فيو سيت بيديفاين الفيو بيهيفير الشكل البيهيفير بتاع العرض، واليوزر سيريالايزر قلنا دوت بيعمل الاي بي اي الاي بي اي ريبريزنتيشن او هنعرف ازاي الاي بي اي. فاليوزر فيو سيت بتاعي هقول له روح على فيو سيتس اللي انا اصلا كنت مستدعيها من ريست فريم ورك. هنقل منها على الموديل فيو سيت. الموديل
فيو موديل فيو ست. خلاص الموديل فيو ست بتاعي حط الكورن وبقيله بقى انا عايز اعمل حاجه اسمها الكويري ست عشان طبعا اقدر من خلالها ان انا اشوف انا عايز ارجع بيانات ايه او استعلم عن ايه. انا بالنسبه لها دي كل اليوزرز هقول له روح على اليوزر اللي هو الموديل بتاعي وهقول له دوت اوبجكتس هيجيب لي كل نوع من الاوبجكتس اللي هو اليوزر دوت تول هقول له اعرض لي ايه اعرض لي ايه كل تمام كده ده ايه الكويري ست بتاعي هيبقى موجود. حلو جدا. اما بقى السيريلايزر كلاس بعمل حاجه اسمها السيريلايزر اندرسكور كلاس. ماشي ايه هو السيريلايزر كلاس اللي هيعمل بقى التغليفه بتاعت الاي بي اي دي مين هو؟ قلت له هو كان عندنا حاجه اسمها يوزر سيريلايزر اللي احنا كونناه كلاس اللي احنا كونناه فوق. يبقى الكلاس اللي احنا كونناه فوق ده عشان يقدر يعمل لي الشغل بتاع الشغل بتاع الاي بي اي خلاص. وادي الكلاس بتاع الفيو سيت وشكل العرض هيبقى تمام ازاي. عرفت الكويري سيت ان انا هجيب كل الداتا كل الاوبجكتس اللي هو اليوزرز وعملت سيريلايزر كلاس من السيريلايزر اليوزر كلاس اللي انا عرفته تمام وكلاس ميتا وحطيت جوه الموديل هو اليوزر والفيلدز بتاعته وخلاص على كده تمام كده. فاضل لي ايه؟ ان انا احدد اليو ار الز. احدد اليو ار الز اللي انا عايز اشتغل عليها. اليو ار الز اللي انا عايز اشتغل عليها يعني هقول له روتر الروتر اللي هو الروتر اللي انا كنت مستدعيه فوق خلاص كده. هقول له الروتر بيساوي هستدعي بقى من الروترز تمام دوت ديفولت الدوت ديفولت روتر. لما جبت الديفولت روتر اللي هبدا اتعامل معاه بقى واظبط كل عناوين الشغل بتاعي جبتها من الروترز اللي انا سالته فوق. قلت له انا عايز الديفولت روتر وكده الروتر بتاعي ده بقى هو شغال على الديفولت روتر. يعني هو هيبقى متحكم في العناوين اللي هتدخلني للبيانات بتاعت اليوزرز او بتاعت البرودكتس فيما بعد تمام. فهقول له ايه الروتر ده بقى انا على الديفولت ديفينيشن من الروترز والديفولت روتر ده هقول له ايه؟ هقول له ريجستر عايزك تربط خلاص. هتربط ايه؟ قلت له قلت له بص هتربط اليوزرز. لما اقول يوزرز يبقى انت عارف ان انا هشتغل على الفيو سيت دي على اليوزر فيو سيت دي ادي يوزر فيو سيت تمام. يبقى انا لما اقول على اليو ار ال بتاعي اللي هو الروتر بتاع الروت بتاعي لما يكون على يوزرز يبقى انا عايز اعمل ايه؟ يوزرز فيو سيت. انا هشتغل على اليوزرز فيو سيت بتاعي ماشي. اليوزرز فيو سيت هتشتغل لما انادي بكلمه ايه؟ اما انادي بكلمه يوزر كويس جدا تمام. ده كده انا خلصت اليوزر فيو سيت بتاعي وعملت ريجستر لليوزر. طيب هل هعمل حاجه ثانيه؟ محتاج اظبط حاجتين. محتاج اظبط حاجه اسمها الباتر ومحتاج اظبط كمان بنفس الاسلوب اعمل حاجه اسمها البرودكتس تمام. اعمل حاجه اسمها الايه البرودكتس اللي احنا مفترض ظبطناها قبل كده. فعايزين نظبط حاجه اسمها برودكت فيو سيت واشتغل عليها. بس على العموم قبل ما نتكلم على اليوزر اللي هو اساسا اللي المفروض يبقى موجود هقول له اليو ار ال باترنز. اليو ار ال باترنز يعني اليو ار ال باترنز اصلا كانت موجوده اللي هي اللي هو العناوين المفترض ان انا ازود عليها. ادي ازاي العناوين ان انا ازاي عليها. فاقول له ماشي عباره عن اري اريدي اديها بيرث تمام. البث ده لما يكون على طول عموما كده من غير ما احدد اي حاجه هقول له انكلود. هقول له انكلود ايه؟ هقول له روح على الروتر هو الديفولت روتر اللي احنا عرفناه دوت يو ار از هات العناوين اللي جواها. فخلاص الطبيعي انت هنا على العناوين دي تمام كوما العناوين الاساسيه اللي هي في الروتر دوت يو ار از الاساسيه ماشي. باث هقول له بقى لما يكون المسار بتاعك ده اصلا الطبيعي لو انت رجعت هنا اهو بقول له بس لو ادمن يبقى يروح على ادمن دوت سايت دوت ار اس فاهمني؟ فلما انا بيطلع كل المسار اللي بيجي من الداتا القديم انا بقى المره دي قلت له لو كده خلاص هجيب لي ار اس اللي في الروتر لو الباث بتاعي مكتوب عليه مثلا اي بي اي داش اوث سلاش كده يعني اي بي اي داش اوث سلاش
وانا هقول له ايه بقى؟ هتروح تجيبها منين دي؟ اي اي بي اي بقى وقص، بعد كده دخلت في اطار تاني وعناوين تانيه خالص غير الاساسي. دي العناوين الاساسيه بتاعت الجنب العربي. تمام؟ هنا بقى لو اي بي اي داش اوس يبقى انا كده بتكلم مع الاي بي ايز. يبقى انا كده بتكلم مع الاي بي ايز. في الحاله دي هقول له انا عايز اعمل انكلود. العناوين هتجيبها منين بقى؟ قلت له بص هقول لك هتجيبها منين؟ هتروح على الريست اندرسكور فريم ورك اللي احنا نزلناه. دوت يو ار الز، دوت يو ار الز، تمام؟ هو ده اللي انا عايزك تجيب منه اليو ار الز بتاعته كوما والنيم سبيس بتاعها، يعني الباكج نيم او الاسم العام بتاعها هو ريست اندرسكور ايه فريم ورك. ده الايه النيم سبيس اللي انت هتلاقي فيه كل التفاصيل دي، ريست اندرسكور فريم ورك. ماشي؟ بكده ايه عرفت ان الاي بي اي اوثنتيكيشن هيروح بقى ايه يتصرف في التصرف ده. كمان تاخد بالك منها يعني، خد بالك ده مش صعب حتى الان، كل اللي انا بكتبه ده كل الناس بتكتبه هو، يعني مفيش فيه تفنين ولا اي تفنين من اي نوع، مش بنحطه في الكود، فانت ما تصعبوش حتى لو انت مش مستوعبه 100%، هتضطر تبدا تعمل ايه تشتغل عليه لغايه لما يبدا يثبت في دماغك واحده واحده. طيب انا جهزت الحاجه بتاعت اليوزرز وكله تمام، محتاج انادي على البرودكتس بتاعتي اللي احنا عملناها. طيب هنادي عليها فين؟ هقول له بقى انا عايز فروم ريست اي بي اي اللي احنا كنا عملناه، البروجكت بتاعنا اللي احنا كنا عملناه اللي هو ريست اي بي اي فوق ده، تمام؟ انا عايز انادي على المودلز بتاعتي والشغل اللي جوايا، فاقول له دوت فيوز، عايز من فيوز تعمل امبورت لمين؟ للبرودكت فيو سيت. بالفيوز احنا كنا ما عملناش لسه البرودكت فيو سيت. ماشي اوكي ماشي، قلت له انا من ريست اي بي اي فيوز عايز اعمل امبورت للبرودكت فيو سيت. طبعا البرودكت فيو سيت لسه مش موجود، فاحنا لازم نروح نعمله الاول. ماشي، بس على العموم انا بعد ما اعمل البرودكت فيو سيت بتاعي ده العادي ويبقى كله تمام، انا زي ما عملت قلت له روتر دوت ريجستر اليوزر فيو سيت، انا هاجي نوت واقول له هنادي هنا طبعا على برودكت واقول له هنا برودكت فيو سيت، مش هيمشي معايا بنفس الاسلوب اللي احنا لسه هنظبطها كمان. ماشي، ده كان كده الفايل بتاع اليو ار ال اليو ار ال سباي، ونكمل مع بعض ان شاء الله.